هنبدأ دلوقتي نشوف الأسايمنت بتاعكم. هبدأ ب أول واحد بعت لي كان أستاذ أحمد، أدي الكود بتاعه اللي هو كان بعته لي. ده الأسايمنت رقم 2، أدي الكود بتاعه. هو كان تقريبا المثال، هو كان بيعمل ايه؟ كان عنده الاول بيعرف ايه وبي واكس، وبعد كده قال له سمحته دخل الايه وقرا الايه، دخل البي وقرا البي، دخل الاكس وقرا الاكس، وبعد كده قال لو الاكس اكبر من الاثنين عمل المعادله طبقا للتمرين بتاع الاساينمنت اللي هو ايه زائد بي في اكس، إلس اف ان الاكس بتساوي 2، خلى الاكس ب3 مباشره، كان طبعا ده كان موجود في المعادله في الايكويشن، إلس كان بيخلي الاكس بتساوي بي ناقص اي ضرب الباور اكس اس 2 او اكس اي ضرب اكس اس 2، وفي الاخر كان بيطبع، كان بيراوند الاكس، كان بيقرب الاكس وهو بيطبعها. كلام جميل. لو جينا جربناه اعتقد ان الدنيا معايا مظبوطه للوهله الاولى يعني. بعد كده ورانا استاذ خالد المثال بتاعه، فاروح اعمل فايل كوتلين كده. قال لي انتر ايه، هقول له مثلا 5، بي ب6، اكس ب3، قال لي الاكس عندك ب23، 5 6 3. كلام جميل. اما الجزء بتاع استاذ خالد انا يعني حطيته، طبعا هو في ايرور، قفلت المين فانكشن، ممكن اكون انا غلطه من عندي انا وانا باخد كوبي من عنده على ال، وانا باخد كوبي من الكود اللي بعته لي. برضه هو اخد الاكس وحولها لدبل، اخد الاي وحولها لدبل، اخد البي، كويس جدا. وقال هو استخدم هنا وين الاكس، قال لك من 2 ل 3 او دبل من الماكس هتعمل الاي زائد بي، وضرب بتايمز في اكس، و2 ل3، 2 لما تبقى 2 عمل القيمه النتيجه ب3 يعني، والس عمل ان البي ناقص الاي في التايم ضرب، يعني هو ضرب، هو استخدم المعادلات كلها يعني ايه تايمز يعني ايه ضرب الايه اكس اس 2. طبعا وين برضو ما فيهاش مشكله، مظبوط يعني. فلو جينا جربنا، هو احنا كنا مجربين ب5 و6 و3، عمل حل اخر خالص كده. تبقى لينا الاسايمنت بتاع استاذ ساره، وعنده هنا قال لي انتر اكس 5 6 3، ما ردش عليا لانه استاذ خالد نسي ان هو يطبع لنا النتيجه في الاخر، يعني المفروض يقول برنت لاين ومقايل ايه مثلا الريزلت ايكوال، ويطبع الفاريبل اللي اسمه كريس. وتعالى ايه نعيد تشغيل برنامج استاذ خالد تاني. استاذ ساره ناخد الكوب بتاعها كده كوبي عشان نتيسته هو كمان. قال انتر اكس، قلت له كنا مدخلين 5 و6
3 قال لي ب 21، مش فاكر كان التاني كان جايب 21 ولا لا، كنتيجة انا حاولت ادخل نفس الارقام عشان ابقى ماشي معاكم نفس النتائج يعني. اما استاذة سارة هنا هي هنا اخذت قالت له دخل قيمة اكس واعتبرت ثبتت ان الاي ب 10 والبي ب 15، يعني ما اعرفش ليه ثبتتهم، كانت المفروض تاخدهم يعني تاخدهم زي ما اخذت الاكس تاخد الاي وتاخد البي، انا ليه اثبتهم؟ البرنامج بتاعي مقفول عليهم انا يعني بنفس الطريقه، بس انا يعني هعتبر ان ما هو يعني ان الكود ذات نفسه، انا هختبر الكود ذات نفسه واخلي 5 و6 بس عشان نبقى احنا نشوف نفس النتيجه. يبقى تاخد مني اكس ب 3، وبعد كده عملت الريزلت بتساوي وعملت اف ان الاكس اكبر من 2، عملت المعادله حاطط الريزلت بره. بسم الله ما شاء الله كل واحد فيكم حل حل غير الاخر خالص كويس، فده معناه ان يعني تنوعتم ومبقاش عندكم مشكله. فقال لي a بلس b في x، وبعد كده else if ان الاكس بتساوي 2 يبقى هيخلعها على طول اوتوماتيك ب 3، else يبقى البي بتساوي a، وهنا ما استخدمتش اصلا خالص الباور وقالت x في x، وده برده صح يعني كويس جدا. واعمل print line للفانكشن وطبعت الريزلت كويس جدا. انا الشيء الوحيد اللي بسطني ان كل واحد فيكم اعتمد على شكل مختلف، فما وان شاء الله نكون بنأدي كلنا نفس النتائج، وده حاجه كويسه. ف نعمل رن بقى كده الاسايمنت بتاع استاذه ساره. هدخل 23. في واحد فيكم كان جايب غلط، استاذ خالد تقريبا كان جايب 21 تقريبا، والباقي كان كله جايب 21، فمعناه ان هو المعادله ذات نفسها اللي مكتوبه فيها ايه؟ فيها غلط. هو ايه؟ انا طبعا كده محتاج اراجع المعادله، هو كده كاتب كود صح بس انا محتاج اراجع الايه؟ المعادله بتاعته ذات نفسها يعني. ف ما فيهاش مشكله. هو انا اكبر من الاثنين فهو اعتبرها 2.1 لغايه الدبل، دي اكبر من الاثنين ماشي، فعملها a بلس b مضروبه في اكس، a زائد b مضروبه في اكس. انا براجع بس كده المعادله بتاعته المعادلات، والاثنين تجيب 3 مظبوط، واخر واحده ديت اخر واحده البي ناقص وفتح القوس الاي ضرب اكس تربيع الاي ضرب اكس تربيع مظبوط. دي بقى هو جاب رقم يكون مختلف. انت بتاخد الاكس الاول على عكسهم، ما خدوا الاي البي الاكس، انت خدت الاكس الاي البي فاصبحت انت خليتني الف فالاكس هنا بقت قيمتها هي اللي 6 والاي والبي بقى هما اللي ايه، فارقام كده توزعت توزيع مختلف، فبناء عليه طبعا طلعت النتائج ايه؟ طلعت النتائج مختلفه. لا كده مظبوط، بس المعادله انا رجعتها كده مظبوط. ده كده بالنسبه للايه؟ للاساينمنت بتاعكم كده تمام. استاذ حسام ادي الكوب بتاع حسام اكس والاي والبي والمعادلات كله مظبوط تقريبا بالشكل كده بالشبه كده كله مظبوط، بس نجرب على طول ونتست. ماشي كنا داخلين كام؟ 5 و6 صح؟ و3 جاب 21 مظبوط، لانه عامل زي استاذ خالد بياخد الاكس الاول. خلاص بقى انا حفظت بقى خلاص، فمش انا مظبوط، يبقى جاب نفس النتيجه، يبقى كده كله كلام ايه تمام. طيب دي كانت الاساينمنت بتاعتنا، هناخد مثال بسيط جدا نحله مع بعضينا.
بيقول لي إن في عمارة اسمها عمارة الإيمان مكونة من 10 طوابق. الدور الأرضي هنعتبره زيرو، والدور الأول والتاني على سبيل المثال، يعني الدور الأول الدور زيرو والدور الأول الاتنين على سبيل المثال عبارة عن محلات. المحلات ده ليهم إيجار وليهم اشتراك في المصعد الكهربي الأسانسير يعني، وهكذا مع باقي الطوابق. فهو كل الفكرة انه بيقول لي الدور ده الفلور، في الدور الارضي والاول بيدفع ايجار مثلا 6000 جنيه، لكن بالنسبه للاسانسير او المصعد او الاليفيتر مفيش فلوس، ما بيدفعوش. طيب الدور الثاني والثالث والرابع والخامس، يعني اقل من الثاني للخامس، بيدفعوا 3000 جنيه، وبيدفعوا 500 جنيه مصعد يعني. اما وصلوا من الدور السادس للعاشر بقى الناس بتدفع 2500 جنيه كايجار، وبيدفعوا 750 جنيه اسانسير. ماشي؟ فكل ما بيعلى الدور كل ما بيبقى استخدامه اكتر للاسانسير فبيدفع اكتر. طيب المفترض ان احنا عايزين نعمل ايه؟ اللي احنا محتاجينه انه يدخل المستخدم الدور ويظهر البرنامج إجمالي المدفوع، بس بسيط جدا. مش أكتر من كده. فلو فكرنا في فكرة زي دي، الفكرة دي ممكن نحلها بشكلين، بجملتين، الجملة بتاعت الإف والجملة بتاعت الوين. طيب هحلها على طول مباشرة، لأن الموضوع أنا شايف إن أنتوا بسم الله ما شاء الله يعني الموضوع بالنسبة لكم بقى بسيط، عشان أديكم بقى طالما الموضوع بسيط فأتقل بقى في الإيه؟ في المثال اللي أنتوا هتحلوه بقى. الموضوع بقى أديكم بسم الله ما شاء الله ماشي في الموضوع، فأديكم مثال حلو كده أشوف الناس هتقدر تعمل فيه إيه. بس أنا هحل ده على السريع يعني عشان أنا على قد يعني. فأنا عندي الفلور الدور ده أول حاجة، وده اللي أنا هطلبه من المستخدم، وعندي الرنت وعندي الإليفيتر. طيب الدور بالنسبه لي صحيح، رقم صحيح ولا ما فيهوش كسر؟ فاقول له والله انا اعرف الفلور ماشي، وده هعتبر ان هو انت يعني رقم صحيح تمام. وعندي اعرف كمان عندي حاجه اسمها الرنت الايجار، بس الايجار عندي دبل. طبعا ممكن تقول لي المثال هنا اللي احنا عاملينه كله ارقام صحيحه، طبعا احنا بنعمل مثال اكزامبل، لكن طبعا لو انت في الواقع هتعمله دبل عشان ده ممكن يكون فيه، طبعا الفلوس دايما كلها بيبقى دبل لان وارد ان يبقى فيه فكه بقى بتاعه وكلام من ده، تبقى الفكه احنا مش عايزينها بس يعني وارد. فلو انت هتشتغل كده هتعمل ايه؟ تعمل دبل. اما لو انت هتشتغل طبعا عشان المثال فما فيش مشكله، بس انا هشتغل دبل عشان المثال يبقى قابل لاي ارقام فيما بعد. لكن انا اقصد ان انا اوضح ان انا ممكن اقبل ده واقبل ده يعني. الاليفيتر بقى هعرفه برضو دبل. لا الاليفيتر برضو دبل عشان فلوس، صحيح؟ طيب ممكن اعرف فاريبل الاخير للتوتال بقى اللي هو الاجمالي اللي هو مطلوب مني اصلا ان انا اعرضه، وممكن اقول لا احسب على الطاير واعرض على الطاير، بس انا ما بحبش كده يعني، بس يعني طريقه برضو معتبره ما حدش يقدر يعني ينكرها، فمفيش مشكله. انا كده عملت ايه؟ عملت ديكليريشن للفلور الدور والرنت والايه الاليفيتر والتوتال الاجمالي، والدنيا كويسه جدا. هبدا بس المطلوب مني الانبوتس، مفيش عندي غير انبوت واحد اللي هو مين؟ اللي هو الفلور. فايه فهبرنت انتر فلور نمبر، واخد النتيجه احطها جوه الفلور، فاقول له الفلور بيكوال واريد بقى ريد اللاين اللي هيدخله لي المستخدم، وطبعا لازم احوله لايه؟ الى دو دوتو دبل. وبكده دي كده انا عملت الجزء بتاع الانبوتس. ماشي؟ ابدا بقى في جزء الايه؟ الفلور. سوري، الفلور احنا كنا عاملينه انت، كنا عاملينه رقم صحيح على اساس ان هو كان الدور ما ينفعش يبقى ساكن في الدور 3.5 يعني، هو يبقى قاعد على السلم. فاحنا كده ايه؟
to int عشان يبقى رقم ايه رقم صحيح. تمام. بعد كده عندي بقى انا عايز اسال على الدور لان بناء عليها احدد الرنت وبناء عليها احدد مين الاليفيتر. فاقول له اف ان الفلور لو كان الفلور دوت ايكوال طبعا قال لي الدور الارضي يعني صفر او واحد. فكده انا عندي مشكله ان انا لازم اقول له الفلور ايكوال زيرو خلاص اور ان الفلور ايكوال ايه ايكوال واحد. ما عنديش في اخطاء كتير جدا ناس تقع فيها في الحته دي. ما عنديش الفلور ايكوال زيرو اند واحد. ما فيش حد في ناس تعمل كده وبتبعت ما بيمشيش الكلام ده خلاص ما ينفعش معانا. احنا مضطرين ايه كل شرط منفصل. فاقول فلور ايكوال زيرو اور الفلور ايكوال واحد لو الدور زيرو او الدور واحد. تمام. في الحاله دي هتعمل ايه سيادتك؟ قلت له هعمل امرين. فبناء ان هو امرين فلازم افتح القوس واقفله. اتفقنا طالما ان في عده اوامر يبقى لازم يبقى في اقواس الايه الاقواس اللي قدامنا دي تبقى عارفه بدايه ونهايه الايه الاوامر اللي هتتنفذ طبقا للشرط اللي اسمه اف اللي احنا حاطينه. فاقول له الامرين اللي عندي ان انا هظبط ان الرنت بتساوي 6000 وهظبط ان الاليفيتر بكام المره دي. اقول له بزيرو عندهمش ايه الليفيتر. طيب كنا ظبطت عشان بس هو عارف ان هو دبل فانا ازود ايه بوينت زيرو يعني. طيب ده لو كان الدور من صفر لواحد. لو جينا بصينا بقيه الاكزامبل اللي احنا عايزينه عشان يبقى واضح كده لقيت ايه من الدور الثاني للخامس. طبعا الدور الثاني للخامس مش هيحصل الا لو كان الدور مش صفر مش ارضي ولا الدور واحد. يبقى إلس يعني ايه إلس؟ لو ما كانش مقصود بيها لو ما كانش الشرط سليم يعني مقصود بيها لو ما كانش الدور زيرو او الدور واحد. في الحالة دي هعمل ايه؟ هقول له طيب إلس اف بقى ان كان الدور من التاني للخامس اعمل ايه؟ في كذا حل. من ضمن الحلول ان انا اقول له الفلور ببساطة جدا اصغر من 6 وخلصنا. ليه الدور اصغر من 6؟ ما هو لو كان الدور زيرو او كان الدور واحد فهو استحال يجي عند الالس اف دي اساسا. خلاص الدور زيرو او الدور واحد يبقى هيظبط الرنت والرنت والاليفيتور زي ما احنا قايلين. الس معناها الدور ما بقاش زيرو ولا واحد. في الحاله دي لما اجي اقول له لازم يكون الدور اقل من السادس فاتفهمت. يعني الاثنين والثلاثه والاربعه والخمسه معايا والسته لا. وافتح قوس واقول له في الحاله دي الرنت عندك هيبقى مثلا ب 6000 كام بكام؟ ب 3000 سوري والايه؟ الاليفيتر هيبقى بكام؟ ب 500. طيب انا من الدور السادس وانت طالع لغايه العاشر. طبعا ممكن نقول 6 اور 7 اور 8 اور زي الاولاني. طبعا ده برضه مشكله. وممكن اعتمد على فكره الالس زي ما عملناها هنا من شويه. قلت الالس معناها انه مش زيرو ومش واحد. فمعنى لما اجي اقول الالس هنا بقى معناها ايه بقى؟ ما هياش اصغر من لو مشيتها من الاول يبقى ما هياش صفر ولا واحد ولا هي ايه؟ ولا هي اصغر من 6. فمعناها الالس هنا بقى معناها 6 وانت طالع. 6 وانت طالع يعني 6 7 8 9 10. فاقول انسى وخلاص مش لازم احدد بقى. لكن لو انت عايز تريستريكت تقيد الفكره انه ما يقدرش يدخل لك اكتر من 10 دي قصه ثانيه. لان طبعا هو هنا برضو احنا ما تحققناش ان هو دخل لي الدور اقل من الصفر. خد لي بالك. انا ممكن اتحقق ان الرقم الدور يعني لازم اقول مثلا لو الدور اقل من الصفر او ان الدور اكتر من 10 اضرب لان كده الراجل ايه يعني يا اما هيبقى ساكن تحت الارض يا اما هيبقى طاير في السماء. طبعا في الاثنين بالنسبه لي ما ينفعوش. فمفترض ان انا ايه ارفض ده. بس احنا دلوقتي مش في نقاش الفاليديشن او التحقق من صحه الادخال. هنعمل الكيس الاساسيه بس كده لسه في البدايه. فالس يبقى انا في الحاله ديت هخش على ان الايجار الرنت ب 2500 والاليفيتر ب 750.
خلصنا فاضل لي اخر معادله ان التوتال هيكون بيساوي الايجار الرنت بلس الايه الاليفيتر وخلصنا كده. عملت كل البروسيسنج وحسبت كل الحسابات وطلعت قيمه الاليفيتر قيمه الرنت قيمه التوتال. فاضل الاخر اخر مرحله ان انا اللي اطلع الاوتبوت بتاعتي. فهطلع الاوتبوت بتاعتي ان انا هقول له برنت لاين اقول له الرنت مثلا ايكوال واطلع الفاريبل الرنت بتاعي واقوم جايب ايه التاني الاليفيتر واطبع الفاريبل بتاع الاليفيتر واخيرا التوتال كده. عملنا الايه البرنامج بتاعنا اهو ادي الديكليريشن ادي بعد كده الانبوتس وبعد كده بدأنا في الاوبريشنز بتاعتنا اهي وادي من اول هنا الايه الاوتبوت بتاعتي كله تمام. تعال نتست كليك يمين كده واقول له رن الاكزامبل ده فلو جيت قلت له مثلا الدور الاول قال لي فعلا الاليفيتور بزيرو وعندك الرنت ب 6000 يبقى التوتال كله 6000 ده كلام سليم. اري ران تاني وقلت له مثلا الدور الثالث او الرابع قال لي 3000 وعندك الاليفيتور 500 يبقى كله 3500 مظبوط. قلت له الدور السابع قال لي يبقى 2500 و750 يبقى عندك 3250 يبقى كله كده اختبرت كل الحالات وكل الكيسز. ده كلام جميل. دي جملة ايه جملة اف بتاعتنا واخدنا برضو يعني ممكن نعمل كده كوبي من التمرين ده ونيجي نعمل اكزامبل كمان اسميه مثلا اكزامبل 6 وتعمل بيست وهغير حاجة. انا مش عايز استخدم جملة اف انا عايز استخدم جملة اسمها وين. يعني جالي سؤال اهو من حسام بيقول ايه قول هل ممكن اقدر احطها بالشكل ده وجاب لي شكل رياضي كان موجود معروف يعني ممكن احطه لكم عشان تشوفوه كده على على كود اديتور. كان بيسال في شكل المعادله فبيقول هل ممكن نحط الشكل بتاعنا يبقى بالشكل ده. اكبر لكم الخط. قال لي بقى هل ممكن اقول مثلا احط الفلور في النص والفلور كده تعتبر اصغر منها وتساوي الخمسه واكبر من الاثنين الشكل ده برمجيا غير مقبول ما بنعرفش نعمله كده. لكن دوت رياضيا كنا بنستخدمه عادي كان للتعبير عن الايه عن المدى اللي احنا عايزينه. ده بالنسبه لسؤال استاذ حسام. بالنسبه لاستاذ خالد هو حل التمرين بجمله وين فا كويس ناخد منه كده حتى هو حل التمرين برضو الاسايمنت بجمله وين فانا مش هزعله. هو الراجل يعني مشكور عمل الكود لينا هو كده الناس تبقى صاحيه كده فهاخد منه كود اخدت كوبي بيست على طول وقلت الفلور عامله انت عمل حاجه اسمها الريت هو طبعا حسب مباشره فطبعا هيخسر الحته اللي كنت بتكلم عليها ان هو يقدر يطبع للراجل انت الايجار كام المصعد كام الاجمالي كام فتبقى العمليه ايه. لكن هو اختصر الفكره على طول لاثباته ان الموضوع سهل بالنسبه له فبليز انتر فلور نمبر واخده. وبعد كده قال لك الريت بيساوي وعمل وين قال لك الفلور اختبر الفلور ده لو هو ما بين صفر الواحد وده الرينج ده اوبريتور المفروض طبعا يعني ذاكرتوه او بصيتوا عليه على السريع في الفيديوهات المسجله ففي الحالة دي هيبقى النتيجة بتاعت 6000 هتتحط فين؟ في الريت من 2 ل 5 طبعا هو حسب برضو دي انا مش بحبها هو خلى الكمبيوتر يحسب مانوال اسف هو حسب مانوال ما خلاش الكمبيوتر هو اللي يحسب
فيعني لا، ما تستخدمش عقلك. الفكرة اقصد ما تستخدمش عقلك، يعني عشان تفهمنيش غلط، اقصد ان ما احنا الفكرة ان احنا نخلي الكمبيوتر هو المبرمج. احنا بناخد كيسز صغيرة عشان طبعا تبقى اكزامبلز ملمومة وملحوقة نقدر نفهمها ببساطة وتوصل منها الفكرة. لكن في الحقيقة بعد كده مثال زي ده عشان يبدأ يتعمل في واقع هتبقى العملية ممكن تكون معقدة، ممكن يبقى فيه مش بس ايجار ومصعد بس، لا ممكن يكون في حاجات تانية، وممكن الارقام دي تبقى بتتغير لفترات ويبقى لها تواريخ ويبقى في هيستوري، دفع شهر كام ما دفعش شهر كام، فتبدا عمليه تكبر منك. ما تحاولش انك ايه تحسب الحسبه، لا احنا عايزين اصلا نقول ازاي نحط الحسبه دي في الكمبيوتر بحيث ان لو ارقام اتغيرت احنا مالناش دعوه، الكمبيوتر هو اللي بيحسب، عايزين يبقى دايما هو الايه اللي شغال يعني. فكده كده لو كانت تلعب ب 6000 مظبوط هيحطها في الريت، لو كانت ب 3500 هيحطها في الريت، لو كانت ب 3250 هيحطها في الريت، على حسب من 0 ل 1 او من 2 ل 5 او غير كده، يبقى معاه من 6 7 8 9 10 مظبوط. هو كده طبعا عمله بشكل مختصر واحنا شرحنا فكره الوين، فما فيش مشكله احنا نعتمد مش نعتمده يعني الحل اللي انا قلت ملاحظاتي عليه، طبعا هو ممتاز شكرا ليك جدا استاذ خالد. بس هنتسته كده بس نبقى مجربين. ودي شكل تاني لجمله وين، وين طبعا بتعمل ريتريفنج للنتيجه، وقلنا برضو الاف بتعمل ريتريفنج للنتيجه، يعني ممكن دي تراجع النتيجه اللي بترجع دي بتتحط جوه الريت الخارجي وكذلك جمله اف. فلو قلت الدور الاول قال لي 6000 الريت على طول مباشره، لو قلت له الدور مثلا الرابع زي ما عملنا المره اللي فاتت قال لي 3500، ولو قلت له الدور السابع طلع لي 3250. فبالشكل ده كده نكون شفنا كده على السريع جملة الوين وجملة الاف، خلصنا من الجزء الثاني من المحاضرة. ان شاء الله ده الجزء الثالث، عايزكم بقى تحلوا التمرين ده دلوقتي واحنا قاعدين، وتبدا الناس تبعت لي، انا هقراه معاكم وافهمكم لو في اي استفهامات، وانتوا برضو لو في اي تعليق حاجه مش فاهمينها من اللي انا بقوله يعني استفسروا مني. ده برنامج كان فيه كنترول اسمه كنترول مشرقي، عايز يعمل برنامج هيدخل فيه اسم الطالب، خد بالك ده اول انبوت، وبعد كده مجموعه درجات ماشي، هيدخل لك مجموعه الدرجات بتاعته، وبعد كده هيحدد الطالب دوت بتخش له درجه رأفه ولا لا، هندخله درجه رأفه ولا لا، وبيقول لي علما ان درجه الرأفه هي 5 درجات، يعني لو ليه درجة رأفة بدخل له 5 درجات، بزود له 5 درجات، ملوش درجة رأفة يبقى مش هزود 5 درجات. وبحدد السنة الدراسية عشان أبقى عارف الدرجة النهائية بتاعتي كام. ومديني جدول بيقول لي سنة أولى الدرجة النهائية بتاعتها من 1100، سنة تانية الدرجة بتاعتها من 1000، سنة تالتة الدرجة بتاعتها من 900، سنة رابعة الدرجة بتاعتها من 1000. واحد يقول لي مش لازم وأنا نعمل فاليديشن، لا مش مطلوب منك تعمل فاليديشن، بس خد بالك لأن الدرجة دي تعتبر الدرجة العظمى. الدرجة العظمى دي هتفرق معاك في إنك لما تيجي تطلع النسبة المئوية للطالب. فبيقول لي البرنامج هيحسب النسبة المئوية اللي حصل عليها الطالب بناءً على الدرجة النهائية المحددة في الجدول بتاع السنة الدراسية. إزاي بتتحسب؟ بيقول لك المعادلة النسبة المئوية بتساوي الدرجة الكلية اللي حصل عليها الطالب، يعني الدرجة اللي دخلناها هنا اللي هو بتاع مجموع درجاته خلاص، على الدرجة النهائية للسنة الدراسية. يعني شوف بقى هو في سنة أولى يبقى على 1100، لو هو في سنة رابعة يبقى على 1000 وهكذا، تمام. الكل يتضرب في الإيه؟ في المية، يبقى دي النسبة المئوية. وبعد ما يحسب النسبة المئوية يتيح البرنامج يحدد ويعرض التقدير الجريد، علما بأن التقدير يحسب على الجدول التالي. قال لي ايه؟ لو الواد جاب 100 من 100 بنطلع له التقدير بتاعه A بلس، دي حاله كده منفرده. من 85 خلاص حتى اقل من 100، يعني من 5 لغايه اقل من 100 الرينج ده بنطلع له التقدير بتاعه ايه؟ من 75 لاقل من 85 التقدير بتاعه B، اما من 65 لغايه اقل من 75 التقدير بتاعه C، اقل من 65 بنحسبه راجل فيل خلاص.
ده كده الايه التمرين اللي احنا عايزين نديه لكم كده تحاولوا تحلوه واحنا وانا موجود معاكم، واللي يخلص يبعته لي بحيث اراجعه واشوف النتيجه سليمه ولا لا. يفضل بس بعد اذنكم الناس تلتزم بالمسميات، يعني السنه الدراسيه يير، الدرجه النهائيه سكور، النسبه المئويه هنحسبها بيرسنت، الجريد جريد اهو اللي هو بتاع ده، بحيث ان احنا لما نيجي نراجع تبقى العمليه سنه بالنسبه لنا. غير كده مفيش مشكله بس قدر الامكان يعني. فخلاص كده الناس كلها شافته، كله سجله. طيب احنا معانا كده اول حل اهو، حسام عشان حسام كان بعت لي قبل كده 2، ده هيبقى 3. ماشي سنة 3 ادي. طب ايه انت مش هتكمل؟ انت لسه في الاول، انت من اول الطريق قمت واقف كده على طول عطلت. طيب اولا الغلطه اللي عندك يا استاذ حسام ان انت عملت ايه؟ انت عرفت البونص بتاعك فين 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 اهو، عرفت فار بونص سترينج في الاصل، وده معناه الانبوت اللي هتاخده من اليوزر. فجيت قلت له ايه فعلا، قلت له اليوزر ده هاز هاف بونص اور نوت، وانت ايه اخدت القيمه وحطها جوه البونص. فانت بتقول اف ان البونص ايكوال يس، ما تحطش جوه البونص بقى الايه الخمسه، دي حاجه ودي حاجه. يبقى انت لو عايز تعمل البونص ده مثلا هيبقى بايت او غيره، لكن لما تيجي تقرا جوه حاجه تانية. يعني مثلا ممكن نقول مثلا var bonus flag مثلا، فلو عملت bonus flag علامة البونص يعني، ده ممكن نقول ان ده string، وفي الحالة دي هقدر هنا اخلي البونص flag بتاعي هو اللي هيقرا، وبناء عليه انا باجي اتست على مين؟ على البونص flag. if ان هو الفلاج يعني علامة البونص جت ترو، هظبط البونص على كام؟ على 5 كده قبلها اهو كده. دي تقدر تكمل الكود بتاعك بالشكل ده يا استاذ حسام. خلاص بونس فلاج بتساوي واخدته، بسال على البونس هو يس ولا نو، وبحط قيمه في فاريبل تاني خالص اسمه بونس، لان انا عشان اعرف هو وجهه نظره اه ولا لا، دي حاجه غير لم غير القيمه بتاعت 5 و0. طبعا انت ممكن تختصر القصه دي وتقوم عامل حركه كده بس يعني، بس ماشي مش شايفين صح؟ كنت بقول ان احنا عندنا اهو البونص فلاج، ده اللي هاخد فيه الايه هو اه ولا لا، عايز بونص ولا مش عايز بونص، وده اللي انا ايه هحط فيه قيمه 5 او 0 اللي هو البونص. وبناء عليه قلت له دخل هو عايز بونص ولا لا، وقريت وحطه جوه البونص فلاج، وبعد كده قلت اف ان البونص فلاج يس، خلي البونص بخمسه، else هنقول البونص بكام؟ بصفر. مظبوط كده؟ بكده حليت مشكلة البونص. وممكن اختصر دي في ان انا جاي اعمل كده، مع اني مش بحب الحاجات دي بس يلا، على طول كده واشيل البونص فلاج خلاص من القصة، هقول له اف على طول ريدر لاين وهقول له سترينج وشوف هو يس ولا لا. لو كان يس على طول على الطاير. هنا طبعا ما حطيتش النتيجه في فاريبل وبعد كده سالت عليها، انا قريت وقارنت على طول في نفس الوقت، ولو كانت بقى كده دي 5 غير كده اديله 0. وفي الحاله دي انا مش محتاج الفاريبل اللي اسمه ايه اللي اسمه بونص فلاج، وفرت فاريبل وعكيت الكود شويه يعني، طبعا مش يعني مش معتاد قوي بس يعني كده تمام، برضو قدرت اقرا قيمه ومباشره وبرضه حتى هنا برضه يقول لي يعني يفضل برضه تحطه في فاريبل خارجي، يبقى خلي البونص فلاج افضل.
ونقرا القيمه ونحطها جوه البونص فلاج، فكده يسال البونص فلاج هو يس ولا نو. خلاص كده تمام يا حسام. ما هو انت عامل نوعين يا حسام، فعشان كده مش هيجيب معاك. انت عامل نوعه سترينج، وبعد كده بتعمله نوعه، بعد كده تعمله بايت، فمش هيمشي معاك. تمام كده. طيب انا منتظر حد تاني اي استفسارات او حلول بقى، منتظركم. بعت لي بس كده في الشات على طول. السلام عليكم. طيب استاذ احمد فتحي بعت لنا الكود بتاعه. تبعت مش بعته ليه بالفانكشن بتاعته بكل حاجه. ماشي نشوف كده. طيب بسم الله. طيب استاذ احمد فتحي، ده فتحي احنا بنسميه استاذ فتحي الخامس. ماشي. طيب ده فتحي خمسة، مبعتوش كامل اهو. ترد عليا تقول لي بعته كامل، في قوس ناقص. ماشي اعمل لك انا قوس. طيب انا مش عارف، مش حاسس ليه انت جربته، بس ماشي اما نشوف كده. انت عملت الاسم، عملت توتال سكور، توت سكور، توت سكور، توت، هنكمل الاي ال والله ما هتتعبنا، بس هتبقى ريدابل اكتر للكوب بتاعك، يعني نتعود عليها. ماشي. وعمل اير والسكور والبيرسنت والجريد، قال له انتر يور نيم، وده طبعا فيك ما بنستخدموش. انتر الير، وبعد كده انتر الايه السكور. وبعد كده قال لك لو هو سنه اولى يبقى السكور ب 1100، ال سي اف يدير ب 2 يبقى سكور ب 1000، ال سي اف. طبعا دي كانت اريح في الوين، لان هي كانت مرسومه كانت اس ان هي وين. طب فين بيت الكود يا، فين يا فتحي بيت الكود يا فتحي؟ انا لسه بقرا كده وهفر واقلب الكود، قصدي اقلب الصفحه، ما لقيتش بيت الكماله فين. يعني خلاص عرفنا السكور فين بقى. طيب يعني هو بعت لنا بقيه الاستكمال الكود، احط اهو. نرجع هنا نبص. ماشي نكمل قراءه كده. هو قدر ايه؟ قدر يعرف اللي يحدد السكور بناء على السنه، وبعد كده حسب النسبه المئويه اللي هو التوتال سكور اللي جابه على السكور الاجمالي الكل مضروب في 100 مظبوط. وبعد كده قال لي لو كانت النسبة بتساوي 100 بعينها يبقى الجريد A بلس، ال سي اف ان البيرسنت اكبر من ال 85، وده كلام 100%، لان هو لو كان 100 هيخش هنا. طب مش 100، هل هو اكبر من ال 85؟ مظبوط. يبقى ايه الس، يبقى معناها ولا هو 100 ولا هو اكبر من او حتى يساوي ال 85، يعني دون ال 85، تحت ال 85. فقال ان البيرسنت اقل من او يساوي ال 75 كده مظبوط. يبقى كده عمل الرينج اللي هو فوق ال 85 ولغايه ال 75، يبقى هيديله جريد بي. قلس ان هو اكبر من ال 65 هيديله جريد اكبر من او يساوي، يعني معناه كده حدد الرينج اللي هو اكبر من ال 75 باي شيء لغايه ال 65 هيديله سي. غير كده معناه ولا هو 100 ولا اكبر من 75، يعني اقراها كده بالمعكوس، ولا اكبر من 65 ولا اكبر من 75 ولا اكبر من 85 ولا هو 100، يبقى في الحاله دي الراجل تحت ال 65 فعلا، هديله فيل. فقال لي اف ان البيرسنت ب 65، دي طبعا دي يعني استغربتها. هو هنا انت هنا يعني اعتبرت ان الشخص اللي راسب تديله الايه؟ تديله البونص اللي هو درجة الرأفة. لكن احنا ما قلناش كده في التمرين، احنا قلنا ايه؟ قلنا ان اللي ليه حق في الرأفة بس،
ما قلناش اللي ممكن يكون واحد جاب درجة كويسة وليه حق في الرأفة، بس يعني هو برضو منطق. بس يعني المثال كان بيقول يسمح له بإدخال اسم الطالب ومجموع الدرجات وتحديد هل الطالب درجة رأفة ولا لا. فكان من الأولى انك تسأله انت عايزه دي درجة رأفة، وتشوف لو قال لك يس زي ما عمل حسام تقريبا، لو عمل يس تبدأ ايه ازود له الخمسة، لو قال لك ملوش درجة رأفة ما تديش. بس انت اعتبرت ان هو لو النسبة بتساوي 65، ودي برضو مش بالدقيقة، انت عايز تقول لو النسبة، لو يعني لو انت عايز تعمل بالفكرة بتاعتك بتقول لو النسبة اقل من ال 65 هديله الرأفة، ولو يبقى اولى لو قلت من 60 لاقل من 65 اديله 5 درجات. فمعنى ان ايه؟ انه الرأفة هتنفعه، يعني 60 لو اديته 5 نجح، يبقى 60 و61 و62 و63 و64 دول اللي اديهم درجة ايه؟ اديهم درجة رفع، عشان هم دول اللي درجة رفع تفرق معاهم وتحول نتيجتهم من الرسوب الى الايه؟ الى النجاح. فيعني لو كنت هتعملها بطريقتك على الاقل تقول اقل من الايه؟ ال 65 اديله درجة الرفع وخلاص، يعني مشيها كده. مع ان كده احنا عارفين ان فيها ايه حتة مش تركة كده، بس كويس. تعالى نشوف النتيجة بتاعت فتحي، نرن الابلكيشن بتاع فتحي كده استاذ فتحي ونشوف الايه النتائج. النيم قال في سنه كام؟ قلت له مثلا سنه ثالثه، عشان انا عملت طبعا غلطه. يعني طبعا في الادخال بتاعك برضو ما نسقتش الادخال قوي، كنت المفروض ان انت ايه، وقلنا الكلام ده قبل كده عشان بس الكلام ما يبقاش لازق في بعضه. ادينا فرصه ان احنا مثلا نقول لي انتر يور نيم، تاخد سبيس يا اما تعمل كولون كده عشان تفرق ما بين الايه في الير، برضو عشان نفرق ما بين مدخل اليوزر وما بين اللي احنا طالبينه. استوماند ران ماشي، تلو فتحي سنة تالتة جايب 830 مثلا، يعني قال لي فتحي السنة تالتة جايب 92.2، كان ممكن يعمل راوند بس ماشي شغال. ممتاز أستاذ فتحي، كويس جدا. حد تاني حل؟ نشوف الحل. أستاذ سارة كانت بعتها لنا قبل كده 5، يبقى ده اللي عليه الدور 6. ده كود مش كامل بالنظر كده على طول، دي بعتها لنا مرتين ولا ايه؟ كده واقفين عند 90، يا ريت تبعت لي بقى كود. بعت الكود بقيته، بقى بسم الله كده نقرا الكود. دي الفاريبلز، النيم انتر، النيم انتر، التوتال السكور انتر، الير. فقال لها ايه؟ بدات تسال، الله بعملها بوين على طول. لو سنه اولى ب 1100، سنه ثانيه ب 1000، سنه ثالثه، سنه ثالثه عندي هنا غلطه وانا هعمل الكوبي بيست 900، إلس يبقى بإيه؟ بألف، يبقى سنة رابعة مظبوط. وحسب البيرسنت بعبارة عن التوتال على السكور في 100، وحولته لدبل وعملت راوند كويس جدا. فقالت لك الجريد بيساوي لو نسبة ب 100 عملت A بلس، لو أصغر لو أكبر منها وتساوي 85 مظبوط، 75 مظبوط، 65 مظبوط، إلس بإف مظبوط، وطبعا في الآخر البيرسنت والجريد. تعال نتست الكود. فين الرأفة؟ ما خدتش بالي والله، قلت كده تمام وخرجت كده وبتاعت، وموضوع الرأفة ضايقكم، امال بتحتاجوه ليه؟
ده انا كنت علقت عليه وحليته معاكم، قلت لكم تحلوه ازاي. هل حصل خير؟ اسم سارة توتال قلنا 830، السنة تالتة. شفت برضو عدم التنسيق كده بقى تسوين تلاتة يعني. ماشي، قال لي الجريد ايه وجايبة 92، مظبوط. ناقصكم بس الايه، الحتة بتاعت البونص تحت الدرجات، درجات الرف. ممتاز يا سارة. حد تاني؟ ابو حسام بعد شوفوا. تسهيل تسهيل، ابعت لي يا استاذ حسام بقيه الكود. استاذ حسام كان اخر حاجه بعتها لي حسام 3 بدأ حسام 4. قلت خلينا أربعة ولا خمسة مش فاكر. ماشي، هو عمل ديكليريشن، دخل اسم المستخدم، دخل الدرجة، وقال لي ايه الستودنت ده ليه انس ليه بونص ولا لا، ولو يس البونص بخمسة، إلس ها ابعت لي بقى الكود. طيب كده ادي الكود بتاع استاذ حسام، اشوف لو في اي حاجه انا طيب. فقال لك لو كان النتيجه يس عمل بونص بخمسة، إلس عمل بونص بصفر، وبناء عليه دخل السنه. وبعد كده قال لك اف في غلطه هنا، مش عارف ده ايه ديت، ممكن تكون كوبي بيست ولا حاجه مش عارف. اتخيل كده اف ان لير بواحد احسب له ب 1100، من سنه تانيه ب 1000، سنه تالته ب 900، سنه رابعه ب 1000، وادي النسبه مظبوط. وبعد كده قال لك لو جاب 100 اي بلس اكبر من ال 85، اكبر من او يساوي 85 بايه، اكبر من او يساوي 75 ببي، اكبر من 65 بسي، الس يبقى باف. وبعد كده طلع البيرسنت والجريد. تعال نجرب كده الشغل بتاع استاذ حسام، نرن. ده أستاذ حسام السكور 830. قال لي بقى أنت عايزه بقى بونص ولا لأ؟ قلت له اديله بونص بقى، يلا ظبطه. قال لي انتر ستودنت يير، قلت له ده في سنة تالتة. يا نهار أبيض، طلع جايب 7470%، 7470%، كتير كتير. دي اتحسبت ازاي دي؟ انت عشان مش طبع وانا دخلت حاجه غلط، ولا دخلت 830 وافترض سنه ثالثه كنت مدخل سنه ثالثه، فهو حسب لك ان السكور كله. يا راجل السكور كله، السكور كله 900 صحيح. شوف انت عملت ايه، الطالب مضروب في السكور على 100. يا راجل دي معادله تحسب بيها انت، ما كناش بنحسب احنا بننجح ازاي. هو الطالب على الاجمالي مضروب في 100، صح ولا انا اتلخبطت ولا ايه؟ صح كده، مجموعك انت الكلي على مجموع الطالب على المجموع الكلي مضروب في 100. المعادله لفت معانا كده، طلعت لنا رقم خزعبلي خالص. ماشي، بس يعني نشوف، نرن تاني.
سام سكور مش عارف كام 830. هو عايز رقم قلت لك يس سنه ثالثه فقال لي 92.2 من 10. طبعا لا كان نفسي يطبع لي بقيه البيانات والسكور عشان اقدر اكتشف هو المفروض عمله 835 صح بعد الرقف. فنرجع كده نبص اصلا هو جمع الرقف ولا نسي. هو عمل بونص اهو. انا بقول بس 92.2 من 10. اللهم الفرقت ايه بقى. المفترض ان سيادتك كانت تعمل ايه؟ ان تقول درجه الطالب بلس البونص بقى، لان البونص كده هيتضاف للطالب. سواء بقى البونص ده، البونص مكتوبه غلط ماشي، سواء البونص ده كان جايب صفر فخلاص هيتضاف على مجموع الطالب بصفر، معناه ان ملوش بونص، او هيبقى بخمسه فيتضاف على الطلبه وعلى الطالب ويحسبها لك ويجيب لك مظبوط كده. كده البونص اتحلت مظبوط ان شاء الله. فنرن كده ونشوف. تروح حسام الدرجه 380 دي بونص سنه ثالثه جاب هنا 42.7 من 10. يا كانت 380 صحيح، انا اللي غلطان سوري. خلاص بقى معد السحور جه فما فيش اكيد. حسام جاب 830 وعملنا له يس دي بونص وفي سنه ثالثه هي 92.7 من 10. كان بيجيب 92.2 من 10 مظبوط. لو عملنا رن تاني حسام برضو 830 نو ملوش بونص سنة تالتة جاب لي 92.2 من 10 زي بقية زمايله كده. ممتاز حسام. في حد تاني ولا خلاص كده؟ لو حد عايزني هيبعت لي يقول انتظرني وانا هنتظر. اما لو خلاص يعني يبقى ان شاء الله المره اللي جايه الناس تذاكر لغايه فيديوهات اللوب والاري. الناس تذاكر لغايه فيديوهات اللوب والاري اذا احنا ربنا وكتب لنا اللي يعني البقاء واللقاء. خلاص الاسايمنت بتاعنا احنا هنكتب الكود هنا اللي يطلع لي المنظر ده، بس بشرط في الطباعه البرنت بتاعتي ما يبقاش فيها غير حرف الاو كابيتال ده او الاثنين داش دول. اظبط انا اموري بقى بحيث ان انا اطلع الاشكال دي، اكتب الكود اللي يطلع الشكل المقابل. كان استخدم النستد لوبس عشان نقدر نعمل شكل زي كده مكون من صفوف واعمده، ودول اخر شكلين نحاول نفكر فيهم ازاي يظبطوا كده، نكتب الكود ازاي بحيث يطلعوا نفس المنظر ده. ده كان كده ده الاساينمنت، وقلنا ان دوت الشكل الاخير ده ان شاء الله اللي احنا هتبعتهولي وهتستو معاكم في بداية الايه المرة الجاية ان شاء الله.